كليك. متابعي في الجول، اهلا بيكم. الزمالك بيعود للانتصارات الافريقيه وبينتصر على بريميرو دو اوغستو 2-0 في اولى مباريات باتريس كارترون مع الزمالك في افريقيا. هيكون معاكم مهاب نبيل واحمد عريان للحديث عن مباراه الزمالك وبريميرو دو اوغستو، وكمان عن مباراتي المصري وانوجو رينجرز بكره، وكمان بيراميدز مع نوازيبو. اهلا بيك يا مهاب. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله زي الفل. شفت ازاي ماتش الزمالك النهارده اولا، والانتصار العوده الانتصار خاصه مع فوز مازيمبي في الناحيه الثانيه على مع زيسكو بهدفين مقابل هدف في زامبيا، فمازيمبي بيتصدر المجموعه ولكن الزمالك على الاقل بيوصل للمرتبه الثانيه بعد فوز النهارده. شفت ازاي الماتش النهارده؟ تعال ناخد الفوز من شقين. الشق الاولاني ان الزمالك كان محتاج الفوز في الوقت ده بالذات يهدي الامور شويه جوه النادي، بعد فتره كانت صعبه شويه في خساره ماتشين في الدوري من امبي، بعد كده الخساره بثلاثيه من مازيمبي، بعد كده رحيل ميتشو، ثم الدخول في مشكله حمد النقاز. فجي الفوز ده عشان يهدي الامور شويه بعد ماتش الشرقيه، وكمان النهارده فوز وثلاث نقط اولى في المجموعه في دوري ابطال افريقيا، وكمان عشان في خصم صعب جدا معاه في المجموعه اسمه مازيمبي، لو ما لحقش يحصره من بدري هتبقى الامور صعبه شويه. فالامور الفوز النهارده كان مهم جدا بالنسبه لكيان الفريق واستقرار الفريق، كمان مع بدايه مدرب جديد كارترون، لما يبدا بفوز يكون الامور اهدى شويه عشان يبدا يعرف الفرقه كويس، يشوف اللعيبه، يشوف ادائهم، يعدد نقاط القوه والضعف من البدايه. فالفوز كان مهم. ان نتكلم بقى عن الفوز، لو احنا قيمناه من ناحيه كمان المجموعه زي ما انت شفت النهارده، مازيمبي ماشي بشعار اللي حصلني كسرني خلاص احنا مش هنوقف. فريق قوي جدا جدا جدا. انت النهارده شفت 90 دقيقه قدام زيسكو، يعني يمكن في اخر تلت ساعه مسك الكره منه شويه، وجاكسون موليكا جبار. لا جبار موليكا، وكمان الراجل كابونجو اللي بينزل الشوط الثاني ده هو عارف هو بيعمل ايه في الناحيه اليمين. خلاص الفرقه تحس هو فيها بتاخد الماتش تقسمه لجزئين، الشوط الاولاني احنا بننزل فردين سيطرتنا، الشوط الثاني احنا بننزل ننجز في اول نص ساعه. فمازيمبي خصم صعب جدا. الزمالك النهارده كان محتاج الفوز عشان يبدا يحط نفسه هو هينافس على الصداره ولا هيحط نفسه مع مازيمبي هينصعد تاني. فالزمالك النهارده الفوز ليه مكاسب كتيره جدا. بس لو احنا بقى هناخد سؤال اهم، الزمالك النهارده كان كويس قوي كده ليه؟ الزمالك كان كويس قوي كده ليه؟ طبعا ميتشو لما بدا مع الزمالك بدا بطريقه رائعه، اولا فوز او ثلاث انتصارات في الكاس وتحقيق البطوله، ثانيا بدا الدوري بانتصارات ولكن تخللها خساره من جنراسيون في السنغال، وبعد كده خساره من الاهلي في كاس السوبر، كانت بدايه السقوط للزمالك وتحول الاداء للزمالك مع ميتشو. فاعتقادي ان باتريس كارترون النهارده وفي ماتش الشرقيه اهم حاجه عملها، اللي هي اهم حاجه مطلوب من اي مدرب جديد ان هو يعملها، ايه هي؟ ان هو ما تقلفش في ايه، ان انت تحط كل لاعب في مركزه. تمام. تختار احسن 11 موجودين وتلعب بيهم، وده اللي عمله كارترون النهارده. ان هو بالظبط ان هو ما شفناش حازم امام ارتكاز، ما شفناش معرفش اوباما جنب طارق حامد برضو اللي هو خده في مركزه، كل واحد احسن 11 لاعب متاحين هو دولت اللي يلعبوا. اللي عواد بكي اعتقد انت لو اخترت افضل تشكيل للزمالك المثالي من دون غيابات مفيش احسن من 11 لاعب النهارده فعلا. يعني هو المفترض ان كان بدايه الموسم لما جبت اوناجم كنت جايبه علشان يبقى اساسي على احمد سيد زيزو. صحيح. ولكن من بدايه الموسم زيزو اثبت ان هو افضل لاعب في الفريق لحد دلوقتي، فيستحق ان هو زيزو النهارده 90 دقيقه ما بيوقفش بالظبط، والماتشات اللي فاتت كلها، والدليل على كده ان هو انضم لمنتخب مصر، فيستحق ان هو يكون موجود في التشكيل الاساسي. فدي اهم حاجه. اشرف بن شرقي كمان بعيدا عن النسبه بغض النظر عن الهدفين هو القيمه الثابته في هجوم الزمالك من بدايه الموسم. دي حقيقه. يعني حتى في اقل مستويات تلاقي اشرف بن شرقي راجل موجود على طول في ال 18، لو في مثلا الزمالك كسب 7 كور على الجون اشرف بن شرقي لهم 4 أو 5 بالكثير. بن شرقي افضل صفقات الزمالك السنه. صحيح. دي وده الارقام اللي بتقول كده، وصل لهدفه التاسع في مباراته ال 13 اعتقد مع الزمالك في كل البطولات، وهداف الدوري الزمالك في دوري الابطال بالمشاركه مع مصطفى محمد 4 أهداف. فلا ما شاء الله بن شرقي مستواه بيتطور كمان، وكان في الفتره اللي هو وقع فيها مستواه لما كان الفريق كله واقع فبالتالي بيأثر عليه. صحيح. ولكن حتى كان هو من ضمن افضل اللاعبين في الفتره دي، زي ما انت لو انت جبت لي سيره بن شرقي فده اللي كنا برضو بنشوفه مع ميتشو. صحيح. ميتشو كان بيقعد بن شرقي بديل في بعض الماتشات بدون مناسبه،
ده كان من الحاجات اللي بتخلي جماهير الزمالك تستغرب هو ليه بن شرقي قاعد بالظبط. وده اللي قاله فعلا برضو كارترون، بس كارترون سياسه الروتيشن عنده بيتابعها بمنطقيه شويه. هو طبعا عايزين نتفق ان هو في حاجتين برضو عشان ما نبقاش بنتجنى بشكل كامل على ميتشو. فهو إن اولا كان في غيابات كتير في الفتره الاخيره، يعني حازم امام لما لعب ارتكاز ده كان لعب لان طارق حامد وفرجاني ساسي كانوا مصابين. صحيح. لما دلوقتي بنقول ان هو كارترون هيطبق الروتيشن، بس هيطبقه مستقبلا في الماتشات اللي ينفع فيها، لكن ميتشو حتى لو موجود اعتقد لو هو موجود دلوقتي ما كانش هيعمل روتيشن ويلعب بدلاء قدام بريميرو دو اوغستو بعد الخساره الاولى. ما اعتقدش ان اي مدرب عاقل في الدنيا هيعمل كده. فمش عايز اتجنى على ميتشو بشكل قوي، ولكن احنا بنتكلم على ايه اللي عمله كارترون كويس النهارده فعلا، ان هو بدا بالافضل التشكيل الافضل المتاحين. شفنا كمان ايه في الملعب نقاط ايجابيه، شفنا ان اوباما بيعود لسابق عهده. اوباما هتلاقيه دايما في احسن فتراته بيضيع كرات غريبه ما ينفعش يضيعها، بس النهارده قلل منها شويه. يعني النهارده كان ايجابي اكتر كمان في التمرير لزملائه. ما هي بقى دي الفكره، ان انت هتشوفه في الماتش بيضيع فرص انت ازاي يا ابني ضيعتها، بس في نفس الوقت هتلاقي منه لمسات فيها ابداع. صحيح. زي لمسه الهدف الاول اللي عملها، ده اللي كنا بنشوفه. اوباما قدم نص موسم السنه اللي فاتت افضل ما يمكن، اللي هو النص الاولاني في بدايته بالذات، في النص الاولاني. وقدم نص تاني اسوأ ما يمكن. ما فيش اسوأ من كده. الاول كانوا بيقولوا ان هو بسبب الاجهاد، ولكن قعد فتره ريح لفتره ورجع بنفس الاداء. يعني جروس كان بيديله الثقه لحد اخر الموسم، يعني طبعًا ما حطش بديل عليه. هو جروس ما كانش اساسا يعني بيدي فرصه لحد يركب على حد اساسي الا لما يعني يثبت ان هو فعلا 14 لعيب ما فيش حد غيره. فاوباما النهارده بيعود لمستوى فرجاني ساسي رائع. النهارده افضل مباراه لي اعتقد في الموسم. أكيد. وممكن تكون كده فايبس، لان فرجاني ساسي ابتدى يستعيد مستواه، وده هيكون مكسب كبير جدا للزمالك. لكن مع ذلك اعتقد برضه ثنائي الدفاع برضه، يعني انت بتلاقي ثنائيه محمد عبد الغني محمود علاء مختلفه خالص 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 عن ثنائيه محمود علاء والوينش. الطلوع بالكوره من الدفاع لخط النص للهجوم مختلف تماما. محمد عبد الغني لعيب كوره شويه عن الوينش، يعني الوينش قطع كرات جيد، لكن محمد عبد الغني متهور جدا. الله ينور عليك. لكن محمد عبد الغني ناقل هجمه كويس جدا ومدافع جيد كمان، يعني مش بس ناقل هجمه بس، يعني هو يعني طارق لما بينزل ياخد الكوره من تحت اعتقد محمد عبد الغني يعني يتصدق طول ما بيشوفه اللي هو ايوه الله باين. لكن كمان طارق حامد برضو لازم نتكلم عليه برضو، يعني دايما فترات الزمالك في 90 دقيقه لازم تجيب طارق حامد، حتى لو في اخر فتره سواء عشان الاصابه او انخفاض مستواه، برضو طارق حامد قيمه ثابته في خط وسط الزمالك، ما تقدرش تغفل دوره ابدا. يعني النهارده مع ان هو النهارده على غير العاده انا شفته اتضرب في كورتين، دي حاجه كانت غريبه جدا بالنسبه لي طارق حامد بيتضرب، ولكن تحس النهارده ان فرجاني كان مرتاح اكتر في اللعب. يعني انت النهارده هتلاقي ان كان في اتنين بيزيدوا مع اوباما، كان زيزو واشر، وكان زيزو وفرجاني كان بيزيد اتنين مع اوباما عشان طارق حامد لوحده واخد حته النص دي مأمنها تمام التأمين. متفق جدا معاك في نقطه محمد عبد الغني ان هو يعني افضل من محمود حمدي الونش من الموسم اللي فات، وهو اثبت ده. ومتفق كمان معاك جدا في نقطه طارق حامد ان هو عنصر اساسي، ولما طارق حامد لعب جنب فرجاني ساسي من الماتش اللي فات رجعت قيمه خط وسط الزمالك. بس مع ذلك الزمالك لسه عنده نقط ضعف. زي ايه؟ زي مثلا مركز الظهير الايمن، اللي هي كانت نقطه ضعف حتى في وجود حمدي النقاز. صحيح. ولكن هي دلوقتي بقت نقطه ضعف صعبه قوي بعد غياب حمدي النقاز ورحيله، لان حازم امام في السنوات الاخيره خلاص بقى دوره ان هو ظهير ايمن بديل في نادي الزمالك واحد اللاعبين اصحاب الخبرات. فهو لو بصيت للسوق لما تكون محتاج واحد يبقى باك يمين بديل فما فيش احسن من حازم امام خالص. انما لما يكون حازم بديل محتاج باك يمين اساسي لنادي الزمالك يخليك تنافس على البطولات محليا وافريقيا، فما اعتقدش ان حازم امام يصلح ان هو يكون الظهير الايمن الاساسي. اعتقد ده هيكون اول مطلب لكارترون في يناير، ان هو محتاج ظهير ايمن، لان خلاص هي الحته الشمال اوريدي متامنه بعبد الشافي وعبد الله جمعه. وشفنا النهارده برده عبد الله جمعه كان عامل برده 90 دقيقه مش بطاله ابدا. ولكن الحته اليمين اعتقد هتكون، يعني هو خلاص اوريدي ممكن يكون بيحدد من دلوقتي، لان كمان حازم امام مش هيكون في الماتشات الجايه. انت داخل على كاس مصر ودوري ودوري ابطال افريقيا ان هو يلعب 90 دقيقه، وانت كمان شايف ان وقت الماتشات ده كل 3 ايام بتلعب ماتش او 4 ايام حتى لو انت مسافر بره. فحازم امام مش هتسعف لوحده طبعا، مستحيل طبعا. فيكون ده اول مطالب كارترون في. طب ده بقى هنا هياخدنا لسؤال مهم. لو بصينا لقائمه الزمالك الافريقيه وبعد قيد ونجم، ما عادش فاضل غير مكان واحد،
وده لان اسلام جابر متايد ولان كهربا اللي ماشي اساسا متايد وفي كريم بامبو متايد اللي ما بيلعبش اه فاللي هو في حاجات جميله حصلت وعمر السعيد وخالد بوطيب متايدين اللي هو ما بيلعبوش. طيب في ظل الرحيل المحتمل لمحمود علاء في يناير مفترض ان لو جت صفقات للفريق ايه الصفقه الوحيده وجاب باك يمين ايه الصفقه الوحيده للزمالك المفروض ان هو ومشي خالد بوطيب يعني كل دي حاجات محتمله انها تحصل في يناير. طب الزمالك يأيد ايه يعني يرقع انهي مركز ويسيب الباقي خلينا نقول بدها محتمله تبقى مش اكيده حتى ولكن يكون من الصعب جدا 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 التفويض في محمود علاء خصوصا في نص الموسم متداخل على الدور الثاني من الدوري وكاس مصر وكمان دوري ابطال افريقيا والزمالك ان شاء الله مكمل بعد المجموعات فمحمود علاء اعتقد صعب جدا جدا التفريط فيه وتحاول الاداره بشتى الطرق ان هو يكمل لحد اخر الموسم. لو احنا اتكلمنا ان خالد بوطيب ماشي في مشكله وفي اثنين استرايكرات تانيين هو مصطفى محمد وعمر السعيد حتى لو عمر بعيد بس اوريدي رجليه في الملعب هتكون يعني احن شويه على جمهور الزمالك من خالد بوطيب لا فهيبقى هو زي ما احنا قلنا هو مركز الظهير الايمن لان احنا بنتكلم حتى لو حته الوينجات فهي ما شاء الله عمر لا مفيش اكتر منه عمر في الزمالك ما شاء الله بن شرقي ونجم مصطفى فتحي شيكابالا فالحته دي كويسه جدا فهتفضل حته الظهير الايمن. هو مين الله اعلم انا مفيش حتى اسم مرشح في الدوري المصري دلوقتي احنا شفنا مثلا 6 اسابيع من الدوري المصري وقت حد لفت نظرك مش هتلاقي ان ايهم كان بقى ممكن مثلا كريم العلاقي مثلا في النادي المصري بس صعب جدا النادي المصري ممكن رجب بكار من بيراميدز بس بيراميدز رجب بكار لاعب في الكونفدراليه احنا جبنا فريقين خلي بالك رجب بكار وكريم العلاقي الاثنين شاركوا افريقيا صحيح مش هيبقى مفيد صعب جدا فممكن يكون لعيب مخرج الدوري المصري ما تعرفش يعني ممكن يكون برده بديل لحمد النجاز اجنبي برده ممكن الله اعلم حمد النجاز يرجع حل مشكلته بس دي يعني احنا شايف الامور الفتره الاخيره صعبه جدا يعني المهم ان مركز الظهير الايمن في نادي الزمالك محتاج حل الفتره اللي جايه لان حازم امام مش هيقدر يسد فيه مستحيل صعبه جدا صعبه جدا احنا حد كنت بنشوف قبل كده حتى يعني كانت حازم امام لوحده وفي سنه اصغر شويه برده كانت لياقته هو دايما عنده مشكله في اللياقه البدنيه يعني ما بيديش 90 دقيقه باكمل وجه حتى النهارده انت تلاقي الشوط الاولاني كان 45 دقيقه كان يعني كان مديها سبرنتات وبيسند مع اوباما وكده الشوط الثاني يعني لحد الدقيقه 70 تحس هو قل شويه فاعتقد هو مركز الظهير الايمن اللي دعم تاني عايز اقول لك ان روميل روميو بيقول كمان عمر جابر برضو حل مطروح ان هو ممكن يعود لكن برضو شارك في الكونفدراليه مع بيراميدز بالظبط هيثم سعيد بيقول نقطه حازم دي انا ذكرتها في بوست عندي كمان حازم على طول طاير وحته التغطيه وراه هتبقى صعبه مع الفرق الثقيله لازم حازم يثبت شويه دي حقيقه حازم صحيح. في افضل فتراته كان معروف ان هو قوي جدا هجوميا ولكن دفاعيا مش بنفس قوته هجوميا عشان كده مثلا ممكن في الماتشات الصعبه في خارج الارض للزمالك ممكن كارتيرون يرجع هو يلعب بثلاثه في نص الملعب ان يكون فيه هاف ديفندر تاني بيغطي ورا حازم من ورا احمد مصطفى بيرشح بهر المحمدي بس بهر المحمدي يعني هو بيلعب باك يمين ولكن في الاساس هو قلب دفاع وساعات كمان كان احنا شفنا ياسيتش ده لعبه كمان في بعض الماتشات ديفندر سالم عشان طيب نقرب بقيه تعليقات بقيه الناس قبل ما نخش على كلام الماتشين الجايين مش اي اتش ام هو ده اسمه بس ممكن بهر المحمدي برضو عبد الحميد سعيد بيقول باك رايت حرس الحدود عبد الله جمعه لو تفتكر كان في المصري كان في النادي المصري كان في ام بي خيار جيد بس يعني عبد الله انا ما اعتقدش ان هو مستوى الزمالك لا خالص يعني صعب جدا يعني كمان عبد الله في الحته الهجوميه بعيد قوي يعني مش الباك اللي بيكمل مع الوينجات هو دفاعي وبينفذ تعليمات المدرب بحذافيرها الناس بدات تقول اسماء في المركز ده واضح ان هو كلهم متفقين ان الزمالك بحاجه لان احمد غازي بيقول باهر المحمدي وعلي فوزي لاعب امبي على فكره علي فوزي لاعب كويس احمد مصطفى واحمد عبد الصادق الاثنين بيقولوا باهر المحمدي ومحمد الفومي بيقول علي فوزي طيب احمد عبد الفتاح بيقول باهر المحمدي وحد بقى بيقول يعني ترشيح جديد خالص مصطفى محمد حجاج بيقول برشح ان احمد زيزو يلعب في المركز ده يعني اعتقد يعني حرام لزيزو اعتقد يعني. بعد الاداء اللي بيعمله زيزو وانه لقى نفسه اخيرا في حته تحت المهاجمين وديته منتخب مصر كمان زيزو انا من نوعيه الوينجات اللي بتعجبني جدا حتى بيفقد الكره هو وشه على طول على الجول وبيشوط بالظبط من القليل قوي اللي بيشوط وبره منطقه الجزاء انت شفت ان السنه دي في ماتشات حسمها زي المقاصه طبعا والنهارده شوطه حلوه جدا في بدايه الماتش لان الحارس انقذها في بعد المستوى ده يرجعوا باك رايت اكيد ده بيكره زيزو يعني اكيد الراجل ده مش هو حل جروس مع عبد الله جمعه مخلي الناس تقول ان هو طب ليه ما نلجاش ليه من الناحيه الثانيه ممكن تجربه في بعض الماتشات لو احتجت لده انما ان يكون هو العنصر الاساسي فده انت كده بدل ما انت عندك مركز واحد بايظ او مش في افضل حال اللي هو الباك اليمين فانت خليته مركزين واحد بيلعب في مركز غير مركزه والجناح الشمال الاساسي بتاعك خليته باك يمين فهتلعب حد تاني فبقى عندك مركزين فيهم فانت كده كده هتحمل من
عربي ابو العلا بيقول افضل لاعب في المباراه هو اشرف بن شرقي، اعتقد متفق طبعا، مسجل الهدفين. علي مكاوي بيقول الحل يلعب بمحمد عبد السلام، محمد عبد السلام لاعب في المركز ده ولعب كمان مع منتخب بس بعض الماتشات الوديه مش في مش مش في بطوله افريقيا بالظبط، والماتش السنه اللي فاتت لعب مع الزمالك في المركز ده، ولكن محمد عبد السلام بطيء شويه يعني، لعيب بطيء شويه مش ويعني منعدم الحلول هجوميا خالص يعني، هو دفاعيا تمام، مدافع في الاساس، هو زي ما انت قلت كل عايز يعيد تجربه عبد الله جمعه، بس عبد الله جمعه عنده المقومات سواء الجسديه او المهاريه، لكن عبد السلام اعتقد بطيء شويه على الحته اليمين. اي اتش ام برضو يعني معرفش، معلش انا اسف ان انا مش عارف اقول اسمه، بس هو مفيش حد اسمه احم يعني، هو اي اتش ام افرت عندي على عيننا، بيقول هل كارتيرون له بصمه تكتيكيه اليوم؟ اعتقد يعني خصوصا كمان في الثلث الهجومي يعني، على طول احنا متابعين كارتيرون من ايام وادي دجله، كارتيرون مدرب مندفع على طول، ولكن هو لو بيعيبه حاجه بس النهارده شوف الماتش خدمته، كارتيرون مدرب بطيء شويه في تغييراته يعني مش مثلا ما عدلش شوط ثالث ليه يعمل لك تغيير هجوم الكلام ده، بس النهارده حال الماتش وحال الفرق كان بينافسها الزمالك اسعفته ان هو يكمل لحد الدقيقه 70 ولا 75 يعمل اول تغيير اللي هو بخروج اوباما ونزول اوناجي. ولكن لو احنا اتكلمنا على له بصمه، له بصمه خصوصا في التوت الهجومي، انت النهارده شايف الثلاثه بيعملوا تبادل من المراكز مع بعض سواء اوباما او زيزو او بن شرقي تحت مصطفى محمد، في حاجه متقاله، خصوصا كمان انا كمان واضح حته الجبهات، بمعنى ايه؟ انت مثلا هتلاقي في جبهه يمين بيسند اوباما مع حازم امام، وجبهه شمال تلاقي زيزو مع عبد الله جمعه، واحد بيطلع الطرف واحد بيطلع الطرف، فاعتقد دي كان حاجه. وكمان ده اللي اكد عليه سامي الشيني بعد الماتش ان كان في جمل تكتيكيه احنا عملناها وقعدنا ندرس الاظهره وتحركاتهم ازاي وهو بيطلعوا امتى في الهجوم، فدي حاجه انا اعتقد ان في كام جمله اتقالت النهارده طبيعه اللعبه من كارتيرون. في سؤال هنا مهم جدا، معلش هرد عليه انا سريعا. زكي ماهر بيقولوا بالنسبه لنص الملعب بعد اصابه محمود عبد العزيز مفيش بديل، ده بسبب طبعا كلامنا انا وانت على اللي هو نقطه الضعف الزمالك الحاليه او اللي ظهرت في ماتش النهارده في مركز الظهير الايمن، والكلام كان على ايه يا استاذ زكي؟ ان احنا بنتكلم عن القائمه الافريقيه، الزمالك لو بصنا له بشكل عام فاه الزمالك محتاج تدعيم في اكثر من مركز، محتاج تدعيم في مركز الظهير الايمن بعد رحيل حمدي النقاص، محتاج تدعيم في مركز خط الوسط مع اصابه محمود عبد العزيز، ومفيش غير ثلاثه حاليا اللي هو طارق حامد فرجاني ساسي، اتنين بيلعبوا اساسيين وبدلهم محمد حسن اللي لما لعب ما اثبتش مستوى ما اثبتش نفسه، فبالتالي الزمالك فعلا محتاج لاعب خط وسط رابع معاهم، وكمان الزمالك محتاج مهاجم لان خالد بوطيب حاليا هيجري عمليه جراحيه في المانيا او فرنسا مش فاكر، وعمر السعيد بعيد عن المستوى، ومفيش غير مصطفى محمد اللي اخر هدف سجله مع الزمالك كان في الجوله الاولى من الدوري المصري، فالزمالك محتاج تدعيم في اكتر من مركز، ولكن احنا بنتكلم عن مشكله تانية كبيره قوي، ان الزمالك ما عندوش غير مكان واحد بس صحيح. في قائمته الافريقيه لشهر يناير المقبل 29 لاعب مقيدين، محتاج ان انت تأيد لاعب واحد في ظل القائمه الحاليه، اعتقد ان اكتر مركز محتاج ان انت تدعمه بصفقه عاجله في القائمه الافريقيه هو مركز الظهير الايمن. ليه؟ لان انت في الدفاع ممكن خلاص تتمسك محمود علاء وما يمشيش، في الهجوم هتمشي نفسك بمصطفى محمد وعمر السعيد ويمكن بن شرقي ساعات بيلعب في المركز ده، في خط الوسط الدفاع طارق حامد فرجاني ساسي اساسيين، محمد حسن احتياطي، وكمان عندك احمد سيد زيزو واوباما سبق ليهم ان هم يلعبوا جنب طارق حامد كخط وسط مساند، انما في مركز الظهير الايمن ما عندكش غير حازم امام اللي هو كان اللاعب البديل وفجاه وجد نفسه اي حل اساسي في جميع المباريات، محمد عبد السلام اللي هو قلب دفاع ومش افضل حل، فاعتقد ان مركز الظهير الايمن عشان السبب ده تحديدا هو اكتر مركز او اول مطلب من الجهاز الفني في شهر يناير. ابو مازن بيقول ما فيش لاعب من الناشئين حتى لو فيه، ما في مثلا كان في كاماتشو بس مش هيتأيد افريقيا، احنا بنتكلم على الوضع افريقيا يعني بشكل عام انت ممكن تجيب اي حد يعني ممكن تجيب اي حد بتلعب في اي وقت لو الاستبدال كمان اتفعل يعني في يناير، وغالبا ده هيحصل. طيب حمزه غزالي بيقول الزمالك محتاج ديفندر وباك رايت، وفي عبد الرحمن كريم بيقول وجدي كشريده ده اتجه للحلول الاجنبيه، وجدي كشريده ظهير ايمن ده اللي اتكلمنا فيه رائع بس برضه شارك في دوري الابطال للاسف ما كله قاعد يجيب لعيبه، هو اصل انت هتجيب منين الا لما تشوفه في المسابقات القاريه بس. طيب يحيى الشرقاوي بيقول رجب بكار، وانا احمد بيقول بهر المحمدي، كتير ناس بتقول بهر المحمدي لعيب دولي شايفينه قدام الاسماعيلي طبعا، هتلاقي بهر المحمدي اخذ 90% من التصويت. فارس حمدي بيقول كابتن انا اهلاوي ولكن ارشح علي فوزي، وايهاب فتحي بيقول عمر جابر، ومحمد سعد بيقول واحد من الدرجه الثانيه زي محمد عبد الغني. محمد عبد الغني تجربه نجحت ولكن قصادها في تجارب قبل كده من الدرجه الثانيه برده ما نجحتش كتير قوي صحيح، يعني لو بصينا بقى
هنلاقي واحد زي سيد مسعد، واحد زي احمد سعيد قطه، واحد في اسماء كتير من الدرجه احمد بكري، في اسماء كتير من الدرجه الثانيه ما دفعتش يعني مش شرط. طيب ايمن بن محمد من منتخب تونس، ده اي اتش ام برده اللي بيقولوا يعني ممكن علي فوزي بتاع ام بي اي رايكم؟ ده عبد الحميد البهنساوي، واحنا اتكلمنا على علي فوزي. لا لا علي فوزي لعب كويس جدا، علي فوزي كمان صغير السن، لو احنا بنتكلم على لو كارتيرون مدرب يبص للجبهات والكره الهجوميه علي فوزي هيكون حل مناسب جدا. بس هل ام بي في وضع صعب دوت ممكن نفرط في علي فوزي؟ اعتقد الكابتن حلمي طولان وهو كان يعني حتى كان بيتكلم على اسامه جلال ان صعب جدا الموسم ده، ف يعني اعتقد يعني ممكن زي ما ام بي فرط مثلا في حمدي فتحي السنه اللي فاتت في يناير وصلاح محسن بس يمكن عشان كانوا النادي كان محتاج ماديا وكده، لكن دلوقتي هو الكابتن حلمي طولان قال ان صعب ان يفرط في اي لعيب في السكواد اللي معاه. اداره ام بي ليها ايه لو فيها مثلا عرض جمادي كويس من الزمالك، لو رغبه اللاعب ان هو ينتمي لنادي الزمالك في وقت زي ده ويلعب مع دوري ابطال افريقيا، واعتقد انه يكون ليه دور. فيعني دي لها اعتبارات ثانيه. محمود الخطيب بيقول كاماتشو ابن الزمالك، ده اتكلمنا عنه شويه، وخالد الطوبجي ويوسف شريف الاثنين بيقولوا كشريده ثاني. محمد سيد بيقول عنتر، محمد عنتر في المركز الباك اليمين. على فكره ميتشو كان بيجربه في بعض الماتشات الوديه، بس ما اعتقدش ما حدش شافه وما شفناهوش طبعا. لا كمان يعني عنتر يعني عنتر يعني كوينج مش سريع قوي مثلا زي الثلاثه اللي قدام دلوقتي، يعني مثلا هتلاقيه مثلا قارنت سرعته باوباما وزيزو وبن شرقي، لا مش نفس سرعتهم. فباك رايت ان هو يؤدي واجب دفاع وهجومي، ده كده انت بتخلص على عنتر في وقت هو محتاج فيه ياخد ماتشات. احمد الفقي بيقول طيب ليه ما نجربش اسلام جابر زي عبد الله جمعه؟ اقول لك انا ليه يا احمد، لان للاسف من كتر ما هو ما شاركش انت ما تعرفش ان هو اشول مش ايمن، فاهم يعني؟ من كتر ما هو ما لعبش فانت لسه ما شفتوش. هو كمان عايز يلعب في المنطقه غير بدايته ويعجزه كمان على رجل عجزه، فدي وده برده خلينا نسال هو ليه متقيد في افريقيا ما دام هو مش هيلعب اصلا محليا، فاهم؟ يعني دي مشكله مش ليك انت لكن مشكله اللي قيده. الحل الوحيد اني انصعد باك يمين من الناشئين، طبعا لازم تكون فاهم برضو ان الناشئين لازم يتأيدوا في افريقيا عادي جدا، فمش زي اوروبا يعني. بهاء الصعيدي بيقول احمد زيزو على فكره لو اشتغل باك يمين هيكون كويس جدا على فكره، ونجرب مش هنخسر، نجرب مش هنخسر طبعا، ولكن ان هو يكون كويس جدا مش ضامنين اكيد. احمد الصاوي بيقول الباك بتاع النجم الساحلي اللي لعب بطوله افريقيا. ومحمد ابو بكر بيقول محمد عبد السلام واحمد عرفات، خلاص كلها اتفقت معايا بنتكلم على المركز، خلاص هو حول تمام رايت وكله بيدي ترشيحات دلوقتي. احمد عرفات بيقول احمد فتحي ده دخل على مشكله عرفات. على فكره اللي بيقولوا ايمن بن محمد، انا ايمن محمد باك شمال، ايمن محمد اللي هو شبه روبرتسون دوت شويه في الترجي، باك ليفت باك ليفت، وفي الاساس هو هاف فندر ولكن مش باك يمين. ماشي. ووجدي كشريده حتى لو مش هلعب افريقيا ويكون مع لاعب مصري، ده خالد الطبقي، ده بيبص للمستقبل مش بيبص للموسم الحالي، وطبعا وجدي كشريده لو توفر فهو حل رائع. نور المصري بيقول اللاعب رقم 30 بتاع اول اغسطس يا جماعه لازم يجي الزمالك، هيلعب وينج يمين جامد جدا، وهو فعلا اللاعب ده اسمه مش فاكر اسمه بابل. هو اصلا النهارده كان مركز خطوره وحيد على الزمالك، واللي كابتن سامي الشيشين اتكلم عنه بعد الماتش ان هو كان افضل لاعب في الفريق واللي هم كانوا بيدرسوه كويس، بجانب لاعب رقم 14 هو قال كده اللي ما لعبش النهارده، ولكن دول اكتر اثنين كنا مركزين عليهم، وساعده طبعا ان حازم امام مش قوي دفاعيا فعشان كده ظهر بشكل رائع. والمعلومات الناس هو كان مرشح ان هو الانضمام للاهلي، هو كان استعراضي اكتر النهارده، يعني هو النهارده فعلا هو كان باين هو الرحيب الوحيد اللي عنده مهاره استثنائيه، ولكن كان استعراضي اكتر النهارده، وكان استغل حته صعود حازم امام كتير وعدم يحكم بيتكلم ان حازم ما يقدرش يرجع يقوم بدور الدفاع على مكمل وجه. فلكن بس كان فان هو الوحيد اللي لعيب ظهر فعلا بالظبط، هو افضل لاعبي بريميرو دي اوغوستو، وبقول لك كان مرشح ان هو ينضم للاهلي من سنتين، فيعني هو مش اول مره يرتبط بالزمالك. طيب معتز اينو وحاطط لوجو ليفربول وبيقول مفيش اي بصمه لكارترون غير انه غير مركز بن شرقي، والله هنلاقي زملكاويه مش عارفين. ماشي. ويعني اسمه معتز اينو فغالبا هيكون اهلاوي. عمر جابر ده جمع ابو صالح، ومحمود علاء بقى يعمل غلطات ويلعب يتعالى غير مبرر يا كابتن، ده احمد كباكا، ولكن ما فيش غنى عنه، يعني هات بديل لمحمود علاء دلوقتي في الزمالك، مفيش طبعا.
مينا حسني بيقول عبد الله جمعه ممكن يلعب في اليمين، ممكن يساعد مع حازم وعبد الشافي في الشمال. الناس تحشمت في عبد الله جمعه جامد جدا. طيب حسام غرباوي بيقول احمد زيزو باك يمين زي ما لعبنا عبد الله جمعه باك شمال وتالق بغض النظر عن مستواه النهارده. و ابو ادم بيقول مليون مبروك الفوز للزمالك، معلش ما كنتش متابع البث من بدايته فما اعرفش سؤال حضراتكم ايه. لا يعني احنا بنتكلم اولا عن رايكم في بصمات باتريس كارتيرون النهارده وتقييمكم لاول مباراه افريقيه ليه، بنتكلم عن المراكز اللي محتاجه تدعيم في الزمالك حاليا، وبعد المراكز اللي محتاجه تدعيم لو هنختار منهم واحد بس هو اللي يتأيد افريقيا. الناس كلها اتفقت ان مركز الظهير الايمن هو اكتر مركز فيه عجز في الزمالك، لان بعد مشكله حمد النقاز ان دلوقتي كمان ما عادش غير حازم امام موجود لوحده، فممكن مين الباك رايت اللي موجود في السوق دلوقتي، او ممكن هل الزمالك فعلا هيختار ان في باك رايت يكون موجود مع حازم امام الفتره الجايه ولا لا؟ فعشان كده الناس كانت بتتكلم معانا بترشح اسماء تيجي تلعب. في اتنين بيقولوا حلين متشابهين شويه، عشان ده اخر حاجه قبل ما نخش بقى في ماتش المصري. تمام. احمد مصطفى بيقول ممكن نغير طريقه اللعب ونلعب 3-4-3، وزكي ماهر بيقول ممكن تتغير الخطه ل 3-5-2 اثناء البطوله الافريقيه هتحل مشاكل كتير جدا. 3-5-2 محتاجه اولا تلعب بثلاثه يكونوا يصلحوا مساكين يلعبوا بشكل اساسي. طيب محمود علاء ومحمد عبد الغني، اختار مين اللعيبه اللي يكون ليبرو في الثلاثه بالظبط؟ هل هتامن يعني للوينش ان هو يلعب اساسي مع الزمالك بغلطاته اللي بيعملها الفتره الاخيره؟ طيب بعدها ما انت محتاج برده اثنين بقى، حازم امام هيكون ساعتها اساسي، والناحيه الثانيه عبد الله جمعه محدش يوم هيقوم بالدور يعني الدفاعي برده. لا اعتقد كمان انت كده بنتكلم في موضوع الجبهات، انت كده بتقص جناحه الزمالك 3-5-2 دي، وكمان انت كده بتسلم محمود علاء لوحده في قلب الدفاع. بالسكواد الموجود دلوقتي مع الزمالك اعتقد 4-2-3-1 هي الانسب. 3-3-5-2 دفاعيا خطر جدا على الزمالك دلوقتي. طيب كريم عباس بيقول لا سوري، نور المصري بيقول بيكهام جوكر هيحل مشاكل كتير، بيتكلم عن احمد رمضان بيكهام لاعب المنتخب الاولمبي ولاعب وادي دجله، والاهلي عنده حق استعادته ولكن بشرط موافقه اللاعب اولا وبجانب موافقه النادي طبعا. نروح لماتش المصري. المصري بعد الفوز على نوازيبو في موريتانيا، غدا المصري في الكونفدراليه هيلاقي انوجو رينجرز في استاد اسكندريه بحضور 1000 متفرج بس. كتير. انوجو رينجرز المباراه الاولى خسر قدام فريق مصري اخر هو بيراميدز، وارضه على ارضه في نيجيريا 3-1، ولكن مدربه النهارده ساليسو يوسف بيقول ان ما تنخدعوش بخسارتنا في الجوله الاولى، احنا تعرضنا للطرد لاحد لاعبينا في الشوط الاول. تمام. ده اثر علينا بجانب ان بعض الاصابات كانت بنعاني منها، واستعدنا 3 لعيبه هيكونوا مهمين جدا قدام المصري. تفتكر ماتش بكره خاصه المصري عنده غيابات اعتقد، انا عارف طبعا بس ممكن تقولها. يعني اعتقد اولا نتكلم على احنا كان مثلا حضور الجماهيري للنادي المصري مش محظوظ ان هو بيلعب بكره ب 1000 متفرج. يعني كان ممكن تزيد اكتر 3-4 على الاقل، بس مش مشكله ان شاء الله في الماتشات الجايه ممكن عدد يزيد. الخطوه مهمه جدا بكره، يعني اعتقد ان بكره ان شاء الله لو النادي المصري كسب 90% من الصعود ان شاء الله، عشان عايزين الفتره الجايه يمشوهم وبيراميدز مع بعض. يعني بكره ان شاء الله بيراميدز كمان يكسب وهما الاثنين يكسبوا خلاص، هيبقى الموضوع بينهم هما الاثنين. النادي المصري جاي من فوز صعب قدام نوازيبو، مع ان نوازيبو مش الخصم الشرس جدا يعني، ولكن احنا اتكلمنا في ظروف الماتش وان كان الفرق البحثه كانت جايه من سفر كان قاسي جدا من ترانزيت 12 ساعه في المغرب، بعد كده تمرين على ملعب صعب، احمد شوشه اتصاب قبل الماتش وهو لسه بيسخن، فالكابتن ايهاب اضطر ان هو يلعب سعيد صنبوري مساك، ولكن ظروف الماتش وان اوستن اموتو كان موفق جدا، فيعني اعتقد ان النادي المصري كان رجع بالمطلوب، مش ما كانش محظوظ بس رجع بالمطلوب. رجع بالمطلوب بالثلاث نقط. بكره هو الجزء الثاني من الحسم، من نص مرحله الحسم. يعني انوجا رينجرز احنا اتفرجنا على الماتش والبيراميدز، هو الراجل المدرب بيقول ما تنخدعوش، ولكن لا هو برده كده احنا اتكلمنا كسكواد، لا هو اقل بكتير من النادي المصري. يعني احنا لو اتكلمنا كقوه كبدنيا وكتكتيكيا ككوتشن، لا الكابتن ايهاب عنده فرقه اعلى اعتقد من روجر رينجرز. بكره الحلول كلها موجوده، بس احنا لسه ما نعرفش اذا كان موقف احمد شوشه في قلب الدفاع هيكون موجود ولا لا، بس هو سافر مع البعثه والنهارده شفناه بيتمرن. اعتقد دي الحته اللي بتنقص النادي المصري، ان مفيش بديل لقلبين الدفاع. انت عندك اسلام ابو سليمه واحمد شوشه، لو حد اتنين واقع فيهم بتبقى ازمه كبيره جدا، بتضطر ان اسلام ابو سليمه يرجع يلعب جنب سعيد صنبوري. سعيد صنبوري اصلا شفنا كلنا لعيب هاف ديفندر وصانع العاب سعيد، ويعني لاعب وينج وهاف ديفندر وبلاي ميكر، لكن ما لعبش ابدا مساك. فالراجل هو مش عارف متطلبات المركز ده ايه اصلا، وده احنا شفناه في الهدفين اللي دخلوا في ماتش نوازيبو.
اعتقد بكره لو عند سكوات ان شاء الله كامل سواء سناو بسليمة او شوشه ما الاثنين بيلعبوا جنب بعض وال11 كاملين كمان شايفين الفورمه العاليه اللي فيها كريم العراقي ان هو الهدفين في ماتشين ورا بعض في الهدف الحاسم في ماتش نوزيبو والهدف الرابع في ماتش انا في كاس وقبلها ماتش في نهائي كاس الامم الافريقيه فالراجل بيعيش فتره من ازهى فتراته حتى الان يعني. خالد شيكو بيقول انا زملكاوي وبساند المصري بالتوفيق طبعا لنادي المصري اكيد بكره. كمان بقى اخيرا بيراميدز بيواجه نوازيبو، نوازيبو خسر اول مباراه على ارضه امام المصري 3-2. عوده عبد الله السعيد ده الخبر السعيد. انا كنت لسه هقول لك يعني دلوقتي بعد ما شفنا عمر العيوني وشفنا محمد فاروق الفتره من بدايه الموسم وهو متالق، ولكن يظل عبد الله السعيد في ظل عدم وجوده بيراميدز حاجه تانية خالص. يعني انت شفت ان انت شفت حتى في الماتش بتاع النجوم يعني مع انه ماتش سهل في كاس مصر والكلام ده بس، ولكن تحس ان الحته اللي تحت المهاجمين دي في حاجه ناقصه، في حتى في نص الملعب الراجل ده اخد شغل لوحده بيقوم بيه اتنين لعيبه تانيين. فده اللي كنت عايز اقوله لك، هل تفتكر عوده عبد الله السعيد حتى لو كان قدام خصم سهل او مش يعني قسم في المتناول زي نوازيبو هتفرق كتير مع بيراميدز؟ يعني اعتقد ان بيراميدز في كل احواله هو المرشح الاوفر حظا للفوز امام نوازيبو سواء في وجود عبد الله السعيد او بدونه، ولكن عبد الله السعيد عودته بتفرق جدا جدا مع بيراميدز واعتقد انه ممكن بكره حتى لو بداش اساسي ياخد جزء من اللقاء عشان يعود تاني تدريجيا بعد ما دخل القائمه طبعا، علشان هو بيراميدز في انتظاره ماتشات مهمه جدا في الفتره اللي جايه، في انتظاره مباراه في الدوري مع الزمالك، في انتظاره مباراه ثلاث مباريات مع المصري اثنين في الكونفدراليه ورا بعض وواحده في الدوري، يعني في ثلاث ماتشات في حوالي 14 يوم مع المصري. فاعتقد ان بيراميدز في انتظاره ماتشات مهمه جدا محتاجه عوده عبد الله السعيد وهيكون مؤثر جدا رجوعه ليه. مهاب بكره المصري الساعه 6 ولا 9؟ بكره مصر الساعه 6 ان شاء الله وبيراميدز وبيراميدز الساعه 9 بالتوفيق طبعا. بعد ما في الجوله الاولى الافريقيه خسر الاهلي والزمالك وفاز المصري وبيراميدز، في الجوله دي فاز الاهلي والزمالك ونتمنى فوز كمان المصري وبيراميدز عشان يبقى كل الفرق المصريه حققت انتصارات افريقيه. بالتوفيق مبروك للزمالك مبروك الاهلي وبالتوفيق للمصري وبيراميدز ان شاء الله. شكرا يا مهاب. شكرا ابو حميد. شكرا يا جماعه والى اللقاء في لايف جديد مع في الجول. شكرا يا فندم.